دخلت الحياه السياسيه كنت كنشوف الاحزاب الاخرى، ولكن الناس ديالكم كانوا كيمانوا لي اولا كلهم مؤدبين. انا ما نذكرت واحد من هادو اللي قدامي الان الا السي خالد الناصري، ان كلكم باقيين شباب. لكن الجيل ديال السي طيب الشكيلي، السي اسماعيل العلاوي، السي عمر الفاسي الفهري، والاخت امينه مريني، ويعني كلكم مؤدبين. التدخلات ديالكم كانت كتعجبني لان كانت كتكون موضوعيه تيكون فيها معنى. كان بعض الاخوان من بعض الاحزاب عندهم واحد القدره هائله على التدخل بطريقه طويله عريضه، ولكن تبقى تقول اش قال الله اعلم. انت ولا لا؟ كان كذلك يعني التواضع الصواب. وثم كنت كتبان لي فيكم الجديه، مثلا انتم الوقت كتقول الوقت كتجيو في الوقت. يعني اول تجمع كنا درناه واستدعيناكم، التجمع ديالنا، ولكن شكون اللي جا الاول؟ مولاي اسماعيل العلاوي هو دائما هو اللي سبقنا من اللي جيت انا حشمت. ما تسبقوش السي لا، ولكن انا جيت معطل اسمح لي، ما كاينش اللعب. كون جيت غير في الوقت يجي قبل مني ولكن جيت. فهاد هاد 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 الاخلاق اللي ميزتكم طارت الانتباه ديالي من هذاك الوقت. وكان ديما علاقتنا وديه، واخا كان كيوقع شويه ديال الشنعان بعض المرات سياسيا، كانت العلاقات في العموم وديه. وعلى كل حال بيني وبينك كانت ديما وديه كنتذكرها.